هذا المنهاج واضح جدا. كلام سمعناه من كل الحكومات اللي سبقته. استطاع أيضا أن يأتي بالأموال التي سرقت. خطوات الحكومة على أنها غير قادرة على إبناء الشارع. هاي الأصوات اللي سمعتوها هي آراء مختلفة حول السوداني وحكومته. تقييم الحكومات خلال 100 يوم من منح الثقة عرف موجود ببعض الدول. الجمعة القادمة حكومة السوداني راح تكمل 100 يوم من منح الثقة لحد الآن. الآن أصبح من حقنا أن نقيم أداء السوداني ونستشف من خلال هذا التقييم هل باستطاعته وحكومته أن ينفذون البرنامج الحكومي الطموح اللي أعلنوا عنه. أولاً، إيقاف التدهور الذي يعصف بمختلف القطاعات. ثانياً، تمويل وإنجاز المشاريع المتلكئة والجديدة التي لها وقع مباشر على حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم. ثالثاً، مكافحة الفقر والبطالة وتمكين محدودي الدخل. رابعاً، التحول التدريجي من الاقتصاد الريعي عن طريق تحديث عمل الاقتصاد. أهم ملاحظة حول البرنامج الحكومي السوداني إنه ألزم نفسه بتوقيتات محددة وحكي عن 3 أشهر و6 أشهر لبعض الملفات، لكن المشكلة إنه أكو بعض الملفات تحتاج إلى وقت أطول وأكبر من هاي المدة. لذلك بدينا نسمع أطراف سياسية تذكر السوداني بوعوده ومواعيده، وبالمناسبة بهم أطراف في ائتلاف إدارة الدولة. استكمال المستشفيات قيد الإنجاز لتدخل الخدمة في مدة إنجاز لا تتجاوز 6 أشهر. كما ستعمد الحكومة إلى المباشرة بتنفيذ مشروع تحلية ماء البحر بالبصرة وتوليد الكهرباء لما يمثله المشروع من حاجة ملحة واستراتيجية تتعلق بحياة المواطنين. بعد 100 يوم أيضا بدأ السوداني وكأنه أسير لتوجهات الإطار التنسيقي وحريص على تلبية كل شيء يريده من الإطار. لكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه ما حد راح يعذره. اليوم السوداني هو ليس السوداني بالأمس. للأسف الشديد هناك بعض القرارات التي اتخذت قد تكون بالإكراه أو بالجبر أو بالتوافق أو بالمحاصصة، ولكن لا يعذر الرجل بهذا الموضوع، لأن الأمور سوف ترد سلباً عليه وعلى سمعته وعلى عمله، وبالتالي أنا أعتقد أن من يحاسب يحاسب رأس الهرم في الحكومة. أخيراً خلونا نذكر باللي بدينا به، أنه تقييم الحكومات بعد 100 يوم هذا قد يصلح بالدول المستقرة، أما بعد 43 سنة من الحروب والحصار والأداء السيء والفساد فأعتقد يراد لنا 100 سنة مو 100 يوم. السلام عليكم، أناقش هذا الملف مع الباحث السياسي الدكتور ليث شبر. والله مو باحث سياسي أنا أخوي. كل مرة نطلع السياسي المعارض. شو تقول معارض؟ السياسي المعارض. معارضتك اليوم. لا سياسي المعارض. سياسي المعارض. السياسي المعارض يابا. المؤتمر المعارض كبير. دكتور ليث شبر، كذلك مع رئيس مركز ألوان للدراسات دكتور حيدر البرزنجي. حياكم الله. حياكم الله. أهلا ومرحبا. سيادة المعارضة. إيه هسه صح سيادة المعارضة. بثلاث أشهر انفتاح على دول الخارج، يمكن زيارتين 3 مهمات للخارج، مؤتمر بغداد 2، كأس الخليج ونورنا بها دولة الرئيس، وشون صار انفتاحا من خلالها بعض الملفات المهمة والقرارات المهمة اللي كانت معدة يمكن حتى قبل ما يصير رئيس وزراء، وبأول جلسات مجلس وزراء اتخذ يعني 3 أشهر رائعة، أداء ممتاز يبشر بخير. شكرا أستاذ أحمد، تحياتي لك ولضيفك الكريم الصديق الأستاذ حيدر البرزنجي. سجل معي يعني يزعلون علينا من نقول الصديق، وأيضا دكتور حيدر بقد ما عنده أضداد عنده أصدقاء. شوف أولا خلي فد مقدمة كبرى للحديث حتى نستطيع أن نتحدث بدقة ويكون حديثنا يعني على أقل موضوعي ومهني
ويتلائم حقيقة مع ما نطرحه من مشروع كبير في يعني في مجال المعارضة البناء اللي احنا رافعين هذا الشعار. المقدمة تقول الآتي: لا يمكن تقييم الحكومات الحالية بمعزل عن آليات النظام الذي أنتجها. جيد. يعني إذا احنا نريد نقيم حكومة السودان اليوم يجب أن نقيمها وفق الآليات التي أنتجتها. الحكومة السوداني أنتجتها آليات المحاصصة، أنتجتها آليات يعني معروف أنا بلحاظ هاي الظروف. نعم بلحاظ هذا النظام. أولا حتى نقيم الحكومة بصورة صحيحة يعني عندنا فرعين: فرع على مستوى الجهود الشخصية للسيد السوداني، وفرع والآخر على مستوى ما تحقق بسبب يعني ما تحقق من البرنامج الحكومي اللي عرضته أنت في بداية الحلقة، وأيضا هل هناك تغير استراتيجي مثلا في سياسة حكومة السوداني عن الحكومات السابقة. هنا نقدر نكتشف له. على المستوى الشخصي احنا قلناها أكثر من مرة، السيد السوداني يعني نعرفه شخصيا، الرجل وطني نزيه صادق مخلص بعمله، يعني حاول جهد الإمكان أن يقدم شيء مختلف، لكن النظام الذي أنتجه لا يتيح له أن يحقق أي شيء. مثلا على المستوى الأمني اليوم ما الذي تغير من استراتيجيته في موضوع المعالجات الأمنية؟ كل الحكومات السابقة معتمدة على استراتيجية واضحة في معركة ضد داعش، في موضوع العلاقات مع أمريكا. غير مثلا هو حتى لو إنتاج إطاري، غير حتى لو كان إنتاج إطاري على الأقل، على الأقل على مستوى التصريحات والنية يقول لك أنا قوات أمريكية ما عندي مشكلة كمستشارين، خلي بكون. إيه هو هذا اللي أقوله. أقول على كل الحكومات منذ يعني الاتفاقية الاستراتيجية ماذا قلت 2003 حتى هذه اللحظة كل الحكومات تتحدث بنفس الطريقة أن هناك علاقات طيبة مع الأمريكان، حتى لو كان سواء مرشح عادل عبد المهدي سائرون إلى آخره. بس بعد 100 يوم راح تأخذ نص ساعة، بعد نص ساعة وبعدك على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي نتيجة سياق الحديث. إذا هسه اللي فهمته من دكتور ليث أنه أداء خلال 100 يوم تقيم رجل مثل بلحاظ هذا النظام ما تقدر، وإحنا نعرف هذا النظام وتحديدا هذا الإطار شلون خانق السوداني منه. بسم الله. جاي يتحكم، لا بل جاي يجبره على اتخاذ قرارات على تعيين شخصيات بجيب وجه. صحيح. هو بسم الله الرحمن الرحيم. نص مستشارين الإطار صاروا مستشارين لرئيس الوزراء. أخوانا مو مستشار هسه. تحية طيبة لجنابك ولضيفك الكريم دكتور ليث ولمتابعي قناتكم الموقرة. واقعا أنا أعتقد أنه إحنا اليوم نمر في مرحلة جديدة، حتى اقتبستها 100 عام من العزلة مال الرواية. يجب أن فعلا أن نقيم تقييما مهنيا بعيدا عن التقييم الشخصي أو الذاتي أو المشاعر السياسية اللي دائما تدخل في بوابات متعددة. والله أتمنى يا ريت حقيقة. يلا. أولا ما حدث في حكومة السيد محمد الشياع السوداني خلال 100 يوم لم يحدث في حكومة بين قوسين الطلي أو لا لا أنا ما أقول دسمعني خليك رجعنا نتركها احذفها في حكومة أمواني قلتها نص ساعة أنت ليش ما تبطل السؤال فيك أنا ماني قايلها ليش خلني استثمر نص ساعة في حكومة سابقة سنتين ونصف وما يحدث الآن من آثار حقيقية إذا كان ارتفاع سعر الصرف اللي هو ما إلى ذنب فيه ولا للإطار ذنبا فيما حصل من ارتفاع في سعر الصرف والمعالجات قادمة وحتمية. الله يخليك. تكلم بسعر الصرف المصارف اللي تسببت الأزمة ثلاث أرباع يملكوها قادة الإطار أو شركاء بها. هذه شوف عزيزي المهم أستاذ أحمد أنا أتحدث اليوم قلنا بواقعية وبموضوعية. مجموعة كبيرة من المصارف تم إيقافها اليوم وما عدا تعامل ما عدا حوالات خارجية. واليوم أكو تصريح للسيد رئيس الوزراء واضح وصريح أنه حتى فيما يخص قضية سرقة القرض ما كانت أكو أموال ترجع لخزينة الدولة.
هذا امر مهم. القضاء رجعهموه، القضاء رجعهموه السودان. لو لم تكن هناك تعدد ادوار وحده هدف، تحيه كبيره طبعا للقضاء العراقي اللي فعلا عنده خطوات جريئه ومهمه، وانا اعتقد انه السيد فائق زيدان هو عمود من اعمده الحفاظ على النظام السياسي وعدم انزلاقه. 100 يوم تعيينات، عقود، تثبيت أراضي زراعية ملكت من الخمسة وسبعينات، رشوة للجمهور، رشوة للجمهور. لا لا مو رشوة للجمهور، ليش نسمي رشوة الجمهور؟ مو هي هنا المشكلة، هنا المفارقة. يجي شخص يقدم ما لم يقدمه الآخرون، حتى لا تزعل، ما لم يقدمه منذ عام 1975. يعني قضية الأزيدية ما أخذ صداها، أخواننا وأبناء بلدنا، الأراضي اللي ملكت من ذاك الوقت، اليوم عندك الرعاية الاجتماعية والبحث الاجتماعي وفي مجال الطاقة، زيارات الخارجية، علاقات المتوازنة الذي حاول أن يكون متوازن وما بقى وما باق، يعني باقي هو في هذا التوازن. أما أنه الإطار خانقة، هذا هو توصيف قاسي. لم أرى في هذا الجانب في قضية خانقة الإطار. حتى الأخوة المستشارين اللي الآن موجودين، بعبارة أخيرة قبل ما أنتقل، هاي الحكومة عليها مو حكومة السودان، هي حكومة الإطار. وش المشكلة؟ يعني إذا هاي الإنجازات، هاي إنجازات الإطار، لأن يعني الإطار ولو لم يكن له إرادة رئيس الوزراء أستاذ أحمد، سيد رئيس الوزراء إذا لم تكن لديه إرادة حقيقية في تطبيق برنامجه الحكومي، وأذكر عندما انتخب من قبل الإطار لتسنمه مجلس رئاسة الوزراء أعطى ورقة فيها برنامج وقال أنا بهذه الشروط أقبل أن أكون رئيس وزراء، وهو مطلق اليد الآن حقيقة. أما إذا تقول لي تغييرات أمنية حصلت، تغييرات مهمة في الدولة العراقية وهيكلتها، أستاذ أحمد، الحكومة في ذلك الوقت سلمت سيد محمد شياع السوداني أرض جرداء. أنا شفت الرجل بعد 6 أيام من تسنمه وتحدث أنه هذه التركة التي اكتسبها، هذا مو تبرير، هذا واقع حال، وجنابك تعرف والدكتور ليث أيضا يعرف. إحنا اليوم شو نريد؟ نريد نشد الأزر ونتكاتف حتى نوصل إلى دكتور ليث. على هالرؤية اللي دي قدمها دكتور حيدر، أقدر أستشف واستنتج أنه هذا الرجل وهذه وحكومته ووزراء وفريقه وحتى فريقه السياسي وحتى الائتلاف في إدارة الدولة الدعم، إذا بقى بهذا النهج لسنتين ثلاثة، لا راح نشوف فرق واضح. إحنا مو دولة مستقرة حتى نقيم رئيس وزراء بمئة يوم. كلام ايضا صحيح ويعني بامكانيه، بس انا خلي شويه احدد الاشياء. بالضبط. انا اقول ما تحقق من ايجابيات في حكومه السوداني فمن السوداني، وهذا نسبته انا اضعها 1 من 10. وما تحقق من السلبيات في حكومه السوداني فمن الجهه التي رشحته وهي الاطار، وهي 9 من 10. هذا النتيجة ينعكس على الحكومة. نعم يعني. بلا شك هذا حديثنا حتى مع سيد رئيس الوزراء، أنه أنت مرشح الإطار أولا وأخيرا، وبالتالي يجب أن يتحمل الإطار مسؤوليته في إثارة يعني الفشل الحاصل. أما أستاذ حيدر اللي تحدث، أستاذ حيدر اللي تحدث، أنا متأكد 80-90% من الجمهور لا يقتنع بهذا الموضوع حسب إحصائياتنا ومجساتنا الموجودة على الأرض. يعني مثلا في موضوع الدولار، هذا ما يحتاج نحكي به اليوم، في موضوع ارتفاع الأسعار، في موضوع السياسة الخارجية، اليوم عندنا مشكلة احنا كبيرة عندنا مشكلة كبيرة مع القوى الدولية يعني ومشروعها الدولي ضد إيران، يعني هذا مشكلة كبيرة. كل رؤساء الوزراء السبعة اللي قبله أول ما يهرولون لإيران. مو صحيح، لأنهم نتاج، لأنهم اللي قبله، حتى اللي قبله، حتى اللي قبله، لأنهم نتاج أحزاب، لأنهم نتاج أحزاب. أردن وين بعد؟ قل لي. أقول لك هسه أنا جاي أقول لك، لأنهم وين؟ لا لا لا، أول ألمانيا، بعدين كلهم العربية السعودية، لا لا ثم إلى ألمانيا، ثم إلى فرنسا، ثم إلى فرنسا. تدري ليش؟ تدري ليش؟ ممكن راح يروح لأمريكا إذا ترتب الدول، ما يروح لإيران. تدري ليش؟ تدري ليش؟ لأن الأحزاب التي أنتجتهم أحزاب تميل إلى إيران، ما بها مجال. هسه شو نحن نغلط نفسنا؟ أيضا على المستوى الشعبي السوداني كان لديه جمهور أول ما تسنم، اليوم بعد 100 يوم جمهوره منخفض، لا مجال، يعني لا يمكن التغاضي عن هذه الحقيقة. اثنين، أكو نقطة كلش مهمة أستاذ أحمد، شكد حلو لو الحكومة في يوم من الأيام، واحدة من حكوماتنا الموقرة، أن يقولون بعد 100 يوم يقولون يابا إحنا
مو نجحنا بكذا، خلي يقولون احنا فشلنا بكذا، لم نستطع تحقيق 1 2 3 4 للاسباب التاليه. اليوم يابا ما قدرنا ان نخلي بس 10 مستشارين لان كل الاحزاب تريد من عندنا مستشارين، وبالتالي ما عندنا غير هاي الطريقه ان يجون مثلا عدد المستشارين يزيدون. ما قدرنا ندخل في موضوع الدولار لان اكو موضوع مرتبط رئيس مثلا وزراء العراق، والعراق بهذه الظروف ما يحتاج لفد 100 مستشار، كل 5 6 يستلموا الملف. بالنسبة احنا كوجهتنا كل الجامعات العراقية اليوم وكل خبراءها يجب ان يكونوا مستشارين، بس مو الاحزاب، هي الاليات. انا ارجع الاسماء، ارجع بالاسماء. استاذ احمد مصاحبة 73 واحد، استاذ حيدر، انا شوف هسه ارجع واقول لك الاليات. انا مو شغلتي بالمستشارين، شغلتي بكيف اليات ترشيحهم. اذا كان اليات ترشيحهم لارضاء الحزب الفلاني والجهة الفلانية للمحاصصة مع الجهة الفلانية مثل ما يحدث في كل مؤسسات الدولة، فمعناتها هاي آليات خطأ. ما عندي مشكلة، ثق احنا كمعارضة حينما نتسلم السلطة في يوم ما وجوز هو يوم قريب سوف نجعل كل الجامعات العراقية مستشارة لرئاسة الوزراء وللدولة والبرنامج الحكومي. بس لا نستطيع أن نضع الأحزاب في موقع السلطة بهذه الطريقة، هذا هو الخلل. لذلك أنا قدمت لك المقدمة الأولى. لا الأحزاب شنو غير الأحزاب يعني. الأحزاب غير تستلم السلطة. أنت اليوم شنو صاير وي حيدر؟ يقول لك سيادة المعارضة قلب عليك ما رضى. مو هي أكو يعني يفترض أنه إحنا نؤمن بنظام ديمقراطي، أكو معارضة وأكو شنو؟ تويت من بنظام ديمقراطي يعني؟ أؤمن ودعتك أكثر منك. أكو نظام معارضة، بس المعارضة الصحيحة البناء المبنية على أسس الأسس الديمقراطية. اليوم نتحدث يعني كل مكامن وتحديات البلد تكمن في اختيار بعض المستشارين اللي هم أصلاً موظفين في الدولة العراقية. طبعاً لا، ما تحدثنا عن تلك الحقبة السوداء الظلماء اللي حقيقة أنهكت ميزانية العراق والسرقة القرن الرابع. هم تجي تلعن اللي قبله. لا اسمح لي يا عزيز، أكو فرق. أنطيني ليش الحقبة الشعبية السوداني؟ يقول لك الشعبية السوداني الخضر. يعني احترامي وجهة نظري. وهاي الحقبة الماضية تحكي عليها أول 100 يوم أنا شلت بيها، شلت جزء منها. نعم. زين. نعم. معهد دولي كبير ومحترم، ما أريد أجيب اسمه. 56 معهد. لا. نسبة تأييد مصطفى الكاظمي. نسبة تأييد مصطفى الكاظمي أول 100 يوم 80%. طبعًا. أول جماعتك طبعًا. هسه بعدين صار ما أدري. أي 80. معهد دولية محترمة. عمي معهد دولية شنو؟ معهد دولية أغلبيتها معهد مخابراتية. لا تخلونا نحكي بالمكشوف. زين. المهم وتوظفهم وأدواتهم بالعراق هم من يشتغلون صالحهم. يعطوهم فلوس، تدري فلوس حلوة. المهم احنا نتحدث عن ما تعطون فلوس ليش؟ لا احنا نعطي، احنا نعطي دعاء شو ما عندنا. المشكلة وين؟ المشكلة الحقيقية احنا اليوم أمام تحديات ومواجهات. خلي نختلف بوجهات النظر، خلي تكون بيناتنا يعني نقد بناء، لكن بالنتيجة هذا بلدنا نريد للخير. احنا داعمين هسه باعتراف الدكتور ليث، رجل نزيه، يده بيضاء، عنده قوة، عنده همة. ماكو رئيس وزراء حتى الجمعة يداوم، يبقى الثلاثة بالليل. إيه بس يعني الفائدة همة. عنده أقطاب وصقور الإطار. أنا أحكي لك بمعلومة. واللي يفرضون عليه. ما يفرضون عليه. اسمح لي مريم، هذه هاي النظرة إذا نصدرها للناس مو صحيحة. أكو استراتيجية عمل موحدة، سيد رئيس الوزراء كل أسبوع يجلس مع قادة الإطار. وبنفس الأسبوع يجلس مع من؟ مع ائتلاف إدارة الدولة. إحنا ليش فقط نحمل وكأنما المكون السياسي الكردي في جانب والمكون السياسي السني في جانب؟ هم شركاء وحلفاء حقيقيين. دكتور تتذكر مفردات المنهاج الحكومي للسيد؟ طبعا شفته شلون طموحة، كلش طموحة. وأنا متيقن شنو راح يصير بين ليلة وضحاها حتى النظام السياسي الحالي يسمح للسيد السوداني يحقق هذا. شنو راح يختلف ما يخص أنا أقول لك شنو يختلف؟ المحسوبية والمحاصصة وغيره. اسمح لي. حتى يحقق خلال سنتين المفروض. خلي أبين، أنت سألتني أنا أبينك. أولا اللي مختلف الآن الشخص القائد الشخصية، المختلف الآن التجربة لدى قادة الإطار التراكمية. اليوم سيد رئيس الوزراء ما منح قبله من اختيارات 4 وزارات هو مختارها، مدراء عامين يغيرون،
لجنة أبو علي البصري حقيقة له كل التحية والاحترام. هذا الرجل ده يعمل أوامر الديوانية مال التعيينات هاي يعني هي تطلع كل يوم نسمع أن أوامر وكلاء وزراء على اسمح لي أكو تدوير وظيفي. أنت اليوم إحنا جد عندنا مول عندنا ستة أشهر بعد ستة أشهر ما خلصت قد تخلص ستة أشهر قد يكون هناك تعديل وزاري وكلاء وزراء يتغيرون أكو برنامج وأكو تقييم. أما فيما يخص أنه آلية التقييم كيف تكون أي مو من الإنصاف اليوم أنت جنابك عندك برنامج قبلك كان أكو شخص ما ممكن اليوم أنا أجي نفس الإعداد ونفس الشخوص أجي أقيم برنامجك لازم أبدي أعد من الصفر. علينا أن نقيم هذه الحكومة. نعم هناك تراكمات والجميع يعلم لك السيستم نفسه النظام نفسه أخي النظام يتغير هو شنو السيستم ما يقدر يغير السيستم. أنت شو تريد من السيستم تريد غير لغير نظام عندك حل بديل مو إحنا هاي نحكي بيها دائما اللي عنده حل بديل عن هذا النظام يتفضل يقدمه ويقول هذه الحلول أنت معارضة جنابك منتقد أنا من عيني جيب لي ورقة جيب لي برنامج قول له تفضل سيد رئيس الوزراء وأعتقد جنابك تعرف أنه الرجل يستمع وللكل ترى الرجل مدح السوداني بس يقول لك ما فهمت قصدي أنا مو فقط إشارة للبيئة اللي أنت جات الحكومة هي اللي مسيطرة وهي ما راح تخلي تشوف إنجازات واضحة. هذه هاي النقطة اللي دائما يحاول هسه أول وحدة قانون الانتخابات بالبرنامج تم الاتفاق عليه مو تم الاتفاق اسمح لي قانون الانتخابات قال راح يشرع خلال 3 أشهر و10 أيام أقول لك ما بنشرع عزيزي أستاذ أحمد أنا معلومة أنطيك أنا أتحدث لك بمعلومة قال انتخابات خلال عام انتخابات مجالس المحافظات لا 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 لا, لا, لا. منهاج الحكومي اسمعي يا أخوي خلي أكمل أولا تم الاتفاق بالإجماع كائتلاف إدارة الدولة على قانون انتخابات. الموازنة الأسبوع القادم راح تذهب باتجاه مجلس النواب وكذلك بعد الموازنة يتم تشريع قانون الانتخابات وهما قانونين مهمين مفصليين. نعم المؤسسة التشريعية أيضا مسؤولة ده تحكي عن قانون انتخابات مجالس المحافظات لا كلاهما الوعد اللي وعد به السوداني من هذه الحكومة خلال 3 أشهر يشرع قانون انتخابات برلمانية كلاهما معا وخلال العام يصير انتخابات ما راح يصير هذا الشيء. أولا الظروف الموضوعية هي ليش أنا خلي أسألك المجتمع الدولي الأمم المتحدة إيش قالت شنو بلاسخارت إيش حكت اولا لا المرحله متهيئه انت تقدر تضمن لي انه تحصل انتخابات خلال سنه مو احنا تي مثل ما راح تجي تي احنا شنو اللي وصلنا للانسداد شنو اللي وصلنا الى هذا الاحتراب السياسي زين. غير قضيه الانتخابات اللي مرت بينا شفت يا دكتور هي تراكمات والله يعني حديث يعني لا والله لا هو شوف اكو حديث مو حول المحور الازمه اليوم احنا اليوم يعني مثلا يعني مثلا اللي يستمع الى استاذ حيدر وهو بعيد عن يعني العراق يعتقد انه اليوم احنا بخير لا احنا بخير. اليوم يا اخي شو حكي عفوا دكتور حيدر احنا اليوم اولا نمر بازمه كبيره في موضوع يتعلق بارزاق الناس ويعني معيشتهم وهذا موضوع مؤقت ينحل لا شو موضوع مؤقت هاي قبل نهايه السنه يعني بالشهر ال 11 قالوا موضوع مؤقت وقالوا شهر واحد واليوم احنا راح ندخل بالشهر الثاني لا مو موضوع مؤقت هذا موضوع له يعني اسبابه عميقه اسبابه تتعلق بتحاربون الفساد ترجعون للدولار لا ما شو تبدو تحاربون الفساد هاي وحده من اهم خطوات ونجاحات السودان هي هاي استاذ احمد شوف لي انا ماكو تهريب دولار بعد ماكو مزاد عمله ويطلع برا ماكو تزوير لان افكاري اشكاليه فتقاطع يعني انت افكار حيدر هيك سموث وماكو بيها فضل تخليه يحكي احنا يعني اولا تريد تقيم الحكومه شنو مره تقول على البرنامج مره تقول على المستوى الشعبي يعني هو منو اللي يقيم الحكومه هو انا بالحقيقه اقيم الحكومة لو الشعب هو اللي يقيم الحكومة اليوم التقييم الشعبي لهذه الحكومة هابط جدا وهم خلي يسمعون ويجب أن يتحرك رئيس الوزراء وأنا قلت رصيده ليس الإطار وليس حتى تحالف إدارة الدولة رصيد الحكومة الحالية وشخص السوداني هو يعني خلي نقول ما أريد أقول الشعبي هو الجمهور إذا استطاع أن يوصل إلى هذا الجمهور رسالة بأنه جاي لخدمته جاي يرتب أمور فلذلك يحتاج إلى قرار بس خلي كمل هالجملة كلش مهمة استاذ حتى يسمعها يحتاج إلى قرارات جريئة أنا جيت أقول لك مؤلمة ومؤلمة نفس عبارتي نعم يحتاج إلى قرارات مؤلمة مؤلمة وهي القرارات المؤلمة راح تأذي الناس
وخلت تأذي الناس مؤقتا بس لمصلحتهم لمصلحت. يعني نعم. سياسته تختلف نعم. عن السياسة اللي سبقوه بلاش لا نتمنى احنا اليوم السياسة شوف عيني حبيبي قلبي انت منو اللي انتخب المالكي منو انتخب العبادي منو انتخب المالكي دورة ثانية منو انتخب عادل عبد المهدي حتى منو انتخب اللي حكيت عنه الكاظمي كلها هاي الطبقة السياسية الموجودة لذلك انا قدمت المقدمة من اول شيء واما موضوع تغيير آليات النظام لا نستطيع تغيير آليات النظام إذا ذهبت هذه الأحزاب إلى سلطة الشعب وخلت الشعب هو اللي يختار شنو النظام الملائم لحكمه ما أريد أقول تسقيط النظام بس أقول خلينا نغير آليات النظام حتى بالفترة السابقة كانت يعني القيادات اللي اليوم تحكم نفسها فوز بالانتخابات واخذ أغلبية بلا شك احنا واخذ أغلبية مجلس النواب وشيء تغير غير احنا ماشيين بهذا الموضوع وماشيين بقوة وأكو تحديات خطيرة بس حتى نتحدث في موضوع الحكومة وخلي يكون برنامجنا نصائح حقيقية السيد السوداني هذا هو الأساس بيش تنصح أنا أولا أنصحه أنه كل ما يؤمن به الإطار اليوم خلي يذهب بعيدا عنه الإطار يؤمن بأمور تتعلق بمصالحه الشخصية والفئوية ومصلحة إيران ألف مشكلة يخلقونه خلي يخلقون ما يخالف خلي صارح الشعب يا أخي هو غير أغلبية برلمانية يا أخي هو الإنسان غير هم اللي صوتوا له مشكلة وين الإطار هذا هو عنده مشكلة وين الإطار أقول لك يا دكتور حيدر هي مشكلة السودان هي يعمل الإطار لا مو صحيح خويه لا اسمع معتقد أستاذ حيدر وأنا سكتت وما حكيت ولا قاطعتك أنا أقول إنه اليوم الحكومة التي تشكلت بصورة غير صحيحة يعني وإجى الإطار استغل الظرف اللي من خلاله استطاع أن يشكل هذه الحكومة أقول ما يخالف هو ليش اختار السوداني ليش ما راح اختار المالكي مثلا ليش ما اختار هذا العامري مو كانت أكو ترشيحات من الخط الأول مو كانت اكو ترشيحات ولا مو كان اكو صراع بين السيد المالكي والسيد هادي العامري في موضوع رئاسة الوزراء ليش تم ترشيح السوداني تم ترشيح السوداني لانه لديه فكره يعني لديه على الاقل كاريزما وشخصيه معينه بعيده عن الاطار بعيده عن الاطار لا خلينا الاطار مؤمن بامكانيات قبل شو بدايه الحوار بدايه الحوار ايش قلت ولا مؤمن قلت بدايه الحوار ولا مؤمن لا لا ايش قلت بدايه قلت كفو ونزيه وصاحب نيه صادقه راح يشتغل هذا احنا نقوله شوف هم لا ينظرون قصدي لو ما قالت الاطار مؤمنه بهاي مواصلات السودان عشان ما اختار شلون وصل الفكره هم لا يؤمنون بهذه المعايير هم يؤمنون وهذا كلام من عتهم اسمعه يؤمنون بمن يقف معهم هذا يؤمن ما يؤمنون بمعايير الكفاءه الاطار لا يؤمن لا بمعايير الكفاءه ولا بمعايير النزاهه ولا بمعايير الاخلاص بالعمل ولا بمعايير الصدق جيد. يؤمن بمعايير معناها. انت معناها هاي الايجابيه ولا اهلا وسهلا الإيجابية اللي نشوفها بالأداء خلال ثلاثة شهور والإيجابية المعروفة عن شخص السيد رئيس الوزراء هاي راح تضمحل وتنمحي بسبب الإطار عشان الإطار إذا يطول منصب معناها معناها سيشبر باكر بعد من معناها هذه الثلاث سنين القادمة عفوا دكتور هو قال هذا الكلام وهذا عليه أنا أقول والله العظيم هسه خلي يطونا منصب خلي يقولون باكر انت وزير وكيل وزير الى اخره تمام. انا اقول لهم ارفض هذا المنصب هسه اشوف هسه انا ايش اقول الاطار انا اقول صابر انا اقول متابر اي بس خلي ما بقى لي وقت انا اقول تفضل انه كمؤشرات على الخنقه اللي خانقها الاطار السوداني لن ينجح السوداني بتحقيق برنامج الحكومي استاذ احمد انا غير يعني حقيقه هناك اسقاطات ذهنيه وصوره مشوهة تحاول أن تعطى للجمهور هي ليست حقيقية زي. أنا أتحدث لك من داخل بيت الإطار وبيئة الإطار ونحن جي. بطريقة وبأخرى أسبوعيا نلتقي بجميع القادة شوف عزيزي شوف السلفيات ما أعطيك تمام أنا شو أقول هذه محاولة خلق بون بين السيد محمد الشاع السوداني في مدحه على حساب من رشحه ومن يؤمن بهم وبواقعهم هذا هنا هو المهم هو محاولة من أجل صراع وصناعة جيد. صراع إذن ماكو داخل فرق. أبداً إذن, 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 إذن النهج واحد لحظة إذن النهج واحد طبعاً لا ما راح ينجح لا مو نهج واحد لا اسمح لي
أكو فرق بين النهج وبين المنهاج. منهاج السيد السوداني خاص به وبشخصيته وبأدائه، أما النهج العام واستراتيجية العامة هناك اتفاق قدمها السيد محمد شياع. إحنا ليش نظهر أنه السيد محمد شياع السوداني بهذه الضعف وما يمتلك شخصية بحيث كل قادة الإطار كل ما يعطونه مكانه يحركه؟ مو صحيح، هذا قدح بالسيد رئيس الوزراء. عزيزي له شخصية، له إمكانية، وهو مطلق اليد، وعلاقته قوية ومتينة جدا مع كل قادة الإطار. هذا الذي يشاع عنه ويحاول جبهة المعارضة وغيرها أن يحاولون. تدري أنا هسه أود أن تسوي لقاء ويا سيد محمد شياع السوداني وأسأله بصراحة متناهية، ثق هذا الانسجام والوئام الذي يوجد داخل قوى الإطار وبينهم وبين السيد رئيس الوزراء ما موجود. اعطيني مجال خليك ما موجود لدى القوى السياسية الأخرى. البيت السياسي السني فيه مشاكل وأصلا مكافش من الروس. البيت السياسي الكردي وانت مطلع هم مكافش من الروس. بس شو المشكلة وين؟ الزوم وين؟ زوم فقط على الإطار. إخواني والمشاكل السيد المالك والسيد أبداً أي مشاكل ما أبداً أي مشاكل ما هسه البارحة ماكو أي تنافس. صدقني كل واحد يريد يحوز السيد على هذا التعاون اللي يحكي راح ينجح السوداني بهذه الثلاث سنوات بتحقيق برنامجه الحكومي. لا طبعا اذا بقي السوداني وفق هذه الخطوات اللي احنا يعني اكدناها لن يحقق اي نجاح في خلال يعني الفتره المقبله، بل ستصيب البلاد ازمات اخرى كثيره، وممكن ان ندخل في اتون يعني كثير من الامور اللي تودينا الى ثوره شعبيه اللي سماها المعارض. اللي سماها السيد السوداني ثوره الجياع. سجلها علي هاي بس هاي اخر كلمه. ليش اخر كلمه يعني مثل ما سجلتها سابقا وقلت لك الاطار راح يشكل حكومه وراح يكون سجلها سوف تنجح حكومه السيد محمد الشاع السوداني يا الله بكل قوه اذا تخلى الاطار رئيس مركز الوان للدراسات دكتور حيدر البرزنتي شكرا جزيلا لك. المعارض السياسي دكتور ليث شكرا جزيلا لك تقبل منصب ذا عرضه عليك شبر. ولا يمكن ولا يمكن أن نقبل بأي حكومة أخرى أيضا. جسر على وشك الانهيار أو شعر لمعاوية يمكن راح تنقطع، هذا هو الوصف الوحيد الممكن لمستقبل العلاقة بين بغداد وأربيل بظل الإجراءات المتسارعة اللي جاي تصير حالياً بفعل قرارات المحكمة الاتحادية. المحكمة بعد ما قررت مؤخراً عدم دستورية إرسال الحكومة للأموال إلى الإقليم، نحن بانتظار يوم الثلاثاء القادم 7/2 للنطق بالحكم بدعوى عدم دستورية التمديد لبرلمان كردستان ورئاسة الحكومة ورئاسة الإقليم، ما يعني انتفاء شرعية برلمان الإقليم وحكومة مسرور بارزاني اللي انبثقت عنه ورئاسة نجيرفان بارزاني اللي صوت عليها. وعليكم هنا أن تتخيلون شلون راح تمشي العلاقة بين الحكومة الاتحادية ببغداد وبين الإقليم. طيب هاي التطورات الدراماتيكية هل هي مقطوعة عن اللي سبقتها؟ كلا طبعا، علاقة المحكمة الاتحادية مع الكرد ساءت من أيام أزمة الإطار والتيار، بدءا من استبعاد هوشار زيباري مرورا بقرار الثلث المعطل ثم بقرار المحكمة اللي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز بإقليم كردستان، والفحوى بلسان كردي مبين أن المحكمة جاءت تستهدفهم بقرارات مجحفة، وهذا اللي خلى فاضل ميراني اليوم يدعو إلى إعادة هيكلة المحكمة وتشريع قانون جديد لها كونها لا تراعي مبدأ الفصل بين السلطات. من هذا كله قلنا ببداية التقرير أنه أكو جسر على وشك الانهيار أو شعر لمعاوية يمكن راح تنقطع. أناقش هذا الملف مع الباحث السياسي رمضان البدران اللي ينضم لي عبر سكايب. حياك الله.
أد رمضان وأقول أنه تخيل، وهو هذا المتوقع حسب بعض الأنباء من داخل أروقة المرافعات، أن يتم قرار من المحكمة الاتحادية بعدم شرعية التمديد للبرلمان وعدم شرعية التمديد لرئاسة حكومة إقليم كردستان وعدم شرعية التمديد لرئيس إقليم كردستان، وقرارات المحكمة باتت ملزمة. فتخيل معي التداعيات. نعم، بدءا تحية لجنابك أستاذ أحمد والمشاهدين الكرام. وأنا أعتقد أن المحكمة الاتحادية أنا لها أن تقرأ الفصل الخامس من الدستور. هناك فصل خامس في الدستور يحتاج إلى قراءة بروية. نحن أبناء الشعب العراقي الذين كتبنا الدستور وصوتنا عليه، وكل الاحترام للمحكمة وقضاتها، أنتم مأذونين بالقضاء باسم الشعب، باسمنا نحن. ونحن نقول لكم بكونكم مأذونين، الدستور يقول في كل القضايا التي حكمتم بها هناك مخالفة، ولا سيما في مواد في الفصل الخامس. يقوم الإقليم بوضع دستور له يحدد هيكل سلطات الإقليم وصلاحياته وآليات ممارسة تلك الصلاحيات على أن لا يتعارض مع هذا الدستور. قيام دستور وإقليم وحكومة في كردستان محمية دستوريا بهذه المادة الصريحة. اي بس دستور، ماكو دستور بإقليم كردستان لحد الآن. اكو قانون أساسي بسيط صار لهم 2003 يشتغلون عليه، ماكو دستور أصلا. خلافاتهم هم الكرد بيناتهم هي اللي غيبت الدستور. هذا لا يعني أنه تلغي سلطاتهم، لا يعني أن تلغي سلطاتهم وحقهم في وجود سلطات، هذا موضوع وهذا موضوع. تطالبهم بإنشاء دستور بس مو تلغي سلطاتهم وعدم التمديد لهم. أدري إذا برلمان إقليم كردستان خلص عمره بعد، شون أمدد؟ أيضا الحزبين التقليديين مختلفين على قانون انتخابات وعلى بعض التفصيلات الأخرى، وما سووا انتخابات بموعدها ومددوا. خلنا نمدد للإقليم ونمدد للحكومة ولرئاسة الإقليم، شو السوي العدل؟ وأكو طعن من معارضة كردستانية موجودة بكردستان يم المحكمة الاتحادية، والمحكمة الاتحادية قد تبت بعدم شرعية التمديد، وهذا المتوقع بالمناسبة. ما يخالف يستوحي شرعيته من شعبه، ما يستوحي شرعيته من عدمه من المحكمة الاتحادية في بغداد. الإقليم له سلطات منتخبة من شعب الإقليم، هذا ما لم يفهم. النظام الاتحادي يعطي الشرعية لكل شعب في اختيار قيادته بالناحية، بالقضاء، بالمحافظة. هؤلاء مصدر الشرعية لتلك السلطات، مو الفوق. ما موجودة هاي الصيغة، هذا فهم مقلوب للنظام الاتحادي، هذا نظام مركزي ما يجوز. ثم أنه الدستور يمنح حتى سلطة عليا، يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم. يعني قانون الاتحاد أعلى من قانون الإقليم، أعلى من قانون الاتحاد، يفقد الدستور يا سيدي. هذا فهم غير دقيق للنظام الاتحادي. طيب خلينا نحكي بالتداعيات. إذا قررت المحكمة هذا القرار، إنه هذا نسف للدستور ومبادئ الدستور. لا عفوا، من الدستور هسه الدستور على أساس هو شلون ما حد متجاوز عليه لا أقصد تداعيات على العلاقة بين بغداد وأربيل. إحنا ما نقصد مشاكل. بعدين يجي قرار المحكمة الاتحادية هذا، يعني أنا ما نتفاهم بعد إذا صارت حكومة مشرور برزاني غير شرعية، رئاسة تقديم لجيرفان برزاني غير شرعية، ويا ما نتفاهم وبيصفة بعد يجيني هنا البغداد يتفاهم وياي عن نفوط على غيره. على هنا الحكومة الحالية تريد تدز قرض لإقليم كردستان حتى يحلون قرار المحكمة الاتحادية أو يلتافون على قرار المحكمة الاتحادية، تريد تدز قرض بصفة قرض. زين، إذا صدر القرار الآخر مع المحكمة الاتحادية، هذا القرض بيا شرعية تستلمها حكومة الإقليم؟ هو أصلا قرار المحكمة اللي راح به السيد سند وقال لهم ما من حقكم تحولون رواتب الموظفين السلطة الاتحادية إلى كردستان. أخي هذه السلطات تفوض بعضها بعضا، من حق السلطات أن تفوض صلاحياتها. خلنا نستثمر الوقت قليل وياك، احكي لي التداعيات السياسية. إذا ما أقرت المحكمة عدم شرعية التمديد،
لا طبعا عدم التمديد ما من حق المحكمة، وهذا نسف للنظام الاتحادي وللدستور ونسف لشرعية السلطات في كل والله أنا الآن الدستور يقول لي قراراتك باتوا ملزمة لجميع السلطات، وقررت عدم شرعية تمديد برلمان كردستان. احكي لي بالتداعيات شو راح يصير كاك مسعود، يقول للجماعة يلا رجعوا تعالوا بطلنا استفتاء من جديد إعلان دولة، لو خلاص يقتنع الإقليم يقيم دعوة دولية ضد العراق وضد حكومة العراق. شنو محكمة الاتحادية مو من حقها أنه تلغي دستور؟ هذا ظلم، هذا حصار على شعب يا سيدي الفاضل. أنت جاي تحاصر شعب ماليا، جاي تسقطه سياسيا، جاي تسقط إدارته، هذه حرب. من حق الأكراد يروحون للمنظومة الدولية يشتكون، لأنه وين يروحون لعد محكمة اتحادية؟ أعطيناكم البتات لكي تحكموا ليحجل وحدة البلد وتطبقوا مجلس الشعب، لو حاط لك 4-8 ملايين واحد محاصرهم ماليا ومحاصرهم سياسيا ومحاصرهم إداريا، هذا ما يجوز. لا باسم البصرة، النواب الذي ينطقون باسم البصرة ما نسمح بهذا النطق، هذا النطق مدمر للعراق، مدمر لوحدة العراق، مدمر للانسجام العراقي، وهذه مناكفات سياسية المفروض المحكمة تنهى عنها لكي تبقى في عيوننا والقضاء يبقى بعيوننا باسق مهم جدا لحماية البلد. أما أنه يذهب القضاء باستخدام التفويض بالبتات باسمنا كشعب وتروح تحاصر 8 ملايين وتحاصرهم ماليا وتحاصرهم سياسيا، يعني باكر يشيلون بنادقهم يقاتلون مثلا، أنت شتيل من عندهم وين تساحبهم؟ وين ساحب البلد أنت؟ وين ساحب البلد؟ وين رايح به؟ زين يروحون يشتكون عليك بالمنظومة الدولية؟ من حقهم، لأنه أنت جاي تمارس عملية حصار عليهم، حصار غير مشروع، جاي تجوعهم، جاي تهلكهم، هذا ما يجوز. ايش اسوي؟ لا ما يخالف، لا ما يخالف، غير اكو التزامات على الاقليم لازم ينفذها، غير اكو التزامات. جيد، اكو التزامات على الاقليم لازم ينفذها، لازم يسوي الانتخابات ويمدد لي البرلمان، لازم يجي، لازم ينطيني حسب الموازنه 205 ما قيمته 250 الف برميل يوميا، مو بس ياخذ مني فلوس. بما يخص النفط مهم جدا، ارجوك استاذ احمد الطين دقائق. تفضل. هذه قضيه اقتصاديه تتعرق بالماكرو ايكونومي والاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي. المحكمه ليست لديها الرؤيه الكافيه في هذا. اولا النفط هم عدرهم هسه سند يقول ياخذون 14 مليار يصدرون نفط، انا ما اعطيهم فلوس. يا سيدي من حقه يصدر نفط، انت ابو البصره ما تريد تستخرج، ما تريد تستثمر بالصناعه النفطيه، هذا شغلك، ما تمنع الاخرين. اثنين، ال 14 مليار جاي يصدرهن، من حقك ان تقول له لا تصدر الا عبر اوبك، هاي وحده، ولكن لك عليه رسم، خلينا نتابع الموضوع، لك النفط والغاز. هذا الحكي طول بها، هاي قضيه النفط والغير الخلافات النفطيه، يجوز نسوي لها حلقه وياك، حلقه ومع خبراء اخرين ونحكي بها، بس انا هنا من التداعيات السياسيه اريد بجمله قصيره جدا لان ما عندي وقت، اريد انتقل الملف اللي بعده. تتوقع انه تكون خطوه خلينا نقول السياسيين الكرد تحديدا البارتي في حاله قرار المحكمه الاتحاديه بعدم شرعيه التمديد، تتوقع تكون من الشده بمكان تاثر على حكومه السودان واستقرارها؟ مؤكد، وأنا أجد هناك بعض الملفات يراد لها إرباك السيد السوداني، وهي تظهر من جهات قريبة من الإطار، وبالتالي نحن نريد لرجل السوداني أن يظهر رجل دولة ناجح، نريد له النجاح، ولكن يجب أن لا يربك بهذه الملفات السياسية. الباحث السياسي رمضان البدران كنت معي عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.
أناقش هذه الإحصائيات السكانية مع دكتور صفاء الجنابي مدرب دولي في التنمية البشرية. حياك دكتور صفاء. الله محييك. إحصائيات وزارة التخطيط اعتمادا على البطاقة التموينية، عدد نسمات العراق 42 مليون، 40.5% من عندهم أقل من 15 سنة، يعني بحدود يعني شيء تقريبي بحدود 17-16 مليون، 16 مليون تحت سن 15، بلد فتي، بلد شاب، لكن المشكلة أمام تحدي كبير. عندك 16 مليون جوا ال 15، بعد 10 سنين راح يتخرجون من جامعات، يراد لهم مضاف، يراد لهم راح يتزوجون، يراد لهم سكن. تخيل الثقل الكبير، وعندنا قدرة على التخطيط من أجل احتواء هذا العدد الكبير من هاي الأعمار اللي داخلة على سوق العمل وداخلة على سوق، عندنا إيش قدرة؟ أستاذ أحمد، ابتداء أحييك وأحيي مشاهدي قناتكم الكرام. حقيقة الأمر أنا يعني قد أظن يعني أنه هذا الرقم يعني لربما يقترب من الدقة، أو يعني قد يكون معتمد على احصائيات متعدد سكاني ما صار عندنا، يعني يا اما البطاقه التموينيه، بس قد الفرق مليون، اعتماد على الوفيات والولادات من هذا الموضوع. على كل في هذا الموضوع يخص وزاره التخطيط، ولكن اذا كانت هاي الارقام يعني مثل ما قلنا انه صحيحه او قريبه من الصحه، فهذا المفروض في الموضوع جدا يبشر بخير، لانه عندنا طاقات إنتاجية، طاقات قابلة للتطوير، طاقات قابلة للعمل. ولكن إحنا بالمقابل نشوف يعني ويا كل هذا العدد اللي هو موجود عندنا، إحنا أيضا عندنا نسبة البطالة كلش عالية، عندنا انتشار ظاهرة المخدرات بين هو مع هاي التحديات الموجودة حاليا، يعني أنت جايك 15 مليون شاب وشابة قادمين داخلين بالمجتمع بسوق العمل قدنا والدراسة الجامعية وغيرها، جايين مقبلين، يعني ما السنوات تركض ركض. أستاذ أحمد، التحديات مثل ما تفضلت كبيرة جدا. يعني أنا اليوم كنت أشوف أحد القنوات العربية الصينية، كان عندهم تقرير أنه من في آسيا أكو بعض الدول، يمكن على الأغلب إندونيسيا وماليزيا، عندهم شيخوخة مبكرة فاعتمدوا الذكاء الاصطناعي. إحنا ما شاء الله هسه حاليا عندنا هذا الكم الكبير من الشباب، ولكن خلينا نكون واقعيين، يعني إحنا نريد نقدم فشيء إنه بلكن نقدر نخدم يعني بهذا الموضوع. هاي الطاقات الشبابية ما مستثمرة بشكل صحيح، يعني يحتاج لهم تأهيل وتدريب ومراكز تدريب وتطوير، حتى أو مدارس متخصصة. إحنا لا دائما ننظر إلى موضوع الجامعات هي المحصلة النهائية. يعني تقصد دول اللي بعدهم ما يعني مو اللي بعدهم تحت ال 15، عندنا 56% من العراقيين هم بسن العمل يسموه حسب وزارة التخطيط، من 15 إلى 64 سنة. 56%، يعني أكثر من 20 مليون راتب. أستاذ أحمد، حضرتك تقول في سن العمل، طيب هو العمل وين؟ ليش هاي البطالة الكبيرة؟ يعني إحنا زين نضيف لهم دول راح يكبرون، وهذا داعي يعني المعادلة غير متوازنة. إذن هنا نقول مسؤولية الدولة إذا أرادت أنه يعني هاي القدرات الكبيرة تستفاد من عندها، عليها أن تهيئ مراكز تدريب وتطوير، عليها أنه تهيئ مشاريع، يا أما على مستوى مشاريع فردية أو مشاريع جماعية، مشاريع صغيرة أو مشاريع كبيرة. أيضا ما يخفى على حضرتك وأنت رجل ضليع بهذا الموضوع، إشقد أدنى كم كبير من المعامل المتوقفة عن العمل. أنا ما أعرف الحقيقة بالضبط يعني العدد، بس أنا يهيئ لي أنه بالآلاف، لأن يعني ما من الجيل القديم اللي كنا نعرف أنه إشقد أكو معامل إنتاجية كان ممكن أن تمتص هاي العمالة بهاي الأعمار، وممكن هاي فيما يخص البطالة. زين، فيما يخص التعليم الابتدائي، أنت جايك هذا الكم الهائل جاي يريد يدخل مدرسة، وانت عندك نقص أبنية مدرسية كبير، يعني القضية راح تراكم بعد أكثر. أستاذ أحمد، هي مو يعني بس موضوع الأبنية المدرسية، ولكن احنا إذا نرجع إلى موضوع الأمية ومحو الأمية، يعني العراق كان خالي من الأمية إلى فترة معينة، وثبتت باليونسكو أنه مستوى التعليم بالعراق من أرقى مستويات التعليم بالعالم. بعدين هسه رجعنا انه الاميه صارت موجوده حاليا، ايضا عدد المدارس اللي ممكن احنا نشوفها في بعض الاحيان بالتلفزيونات
مدارس بعضها من الطين بعضها من السندويش بانل بعضها متهالكة. أيضا عدد الصف الواحد الطلاب ممكن يكون ب 100 أو أكثر، يعني هذا بالضرورة ما راح يستوعب المعلومة بشكل صحيح بالسكن. ولا الأستاذ راح ينطي المعلومة المعلم سواء معلم أو مدرس راح أنت عندك أزمة صحيح. سكن عندك تحتاج إلى يمكن أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية، يلا تكفي الحالي لازم تحسب حسابك أنه دول ال 15 مليون اللي هم عفوا إيه تقريبا 15 مليون قلنا اللي جوا ال 15 بعد 10 سنين يراد لهم أقل شيء 7 مليون وحدة سكنية إضافية، يعني نزداد احنا سنويا نزداد مليون وربع نسمة تقريبا. طيب بالمقابل اكو مشاريع بهذا الاتجاه يعني ما اوكي بدنا نشوف احنا اكو يعني بناء عمودي والبناء العمودي كثير، ولكن هذا مو ضمن امكانيات الجيل الشباب اللي ممكن انه يكون لا يرادلنا 40 بس مايه اي نعم بس مايه كامله مو هيك نعم مو بس نعم العمارات نعم سراوين على الشارع نعم لا بس مايه كامله 100,000 نعم نسمه نعم يراد لنا 40 مدينه مثل بس مايه. طيب يعني قبل ما يجوك دول ال 15 مليون راح يكون اذا احنا هنا وين نقول انه المشكله الرئيسيه في غياب التخطيط. جيد. قد يزعلون علينا جماعه وزاره التخطيط انه احنا يعني حاليا قد اقول انه التخطيط غائب نسبيا، لانه المفروض التخطيط عملية مسبقة، يعني قبل أن تكون عملية التنفيذ عملية التخطيط تسبق كل الأحداث. لازم أنا أعرف إيش قد راح يصير عندي ولادات، إيش قد أحتاج لهم مدارس، إيش قد أحتاج لهم عمل، إيش قد أحتاج لهم مستوصفات، إيش قد أحتاج لهم مستشفيات. إحنا واقع الحال ماكو هيج دراسات بهذا. مدام جبناها على المستشفيات الإحصائية نفسها من وزارة التخطيط تقول نسبة العراقيين اللي فوق 65 سنة 3% فقط، فوق 65 3% فقط من مجموع 42 مليون. واحنا نعرف ان اوروبا يسموها القارة العجوز. نعم. ليش؟ لان نسبة كبار السن كلش عالية بسبب الوضع يعني استقرار الحياة المعيشية الرعاية الصحية غيره. نعم. زين احنا بسبب رداءة كل هاي الامور فناسنا تموت من وقت 3.5%. شلون اقدر اخطط حتى اطيل عمر العراق؟ العراق ليش مجرد 3% فقط عمره فوق ال 65؟ ليش؟ استاذ احمد حضرتك مطلع على يعني الامور سواء ما في المجال السياسي او المجال الاجتماعي او العلوم الاخرى من خلال اللقاءات التلفزيونيه الكثيره اللي تجريها ويا متخصصين مختلفين. احنا يعني ما نمتلك لا التأمين الصحي ولا التأمين الاجتماعي، حتى وان كان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تأمن بعضا من التأمين الاجتماعي ولكن ما يغطي كل العاملين ولا كل. وايضا التأمين الصحي يحتاج مستشفيات على قدرات عالية، يحتاج الى كم كبير من الأدوية، الى رعاية لذول الناس المسنين. لذلك في اوروبا بسبب وجود الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية أصبحوا كبار السن كل شوية مما اضطر منظمة الصحة العالمية أنه تغير حتى تصنيف الأعمار، يعني إلى حد عمر 65 سنة صاروا يعتبروه شاب. شاب ما بعدها يلا تبدي هاي يعني كبير العمر وبعدين الشيخوخة وين الشيخوخة وين يعني الله يعلم الطخ بالتسعين أو المية يعني. فهذا الموضوع يعني حقيقة الأمر يحتاج لنا نتعايش وياه ويا العالم، يعني المفروض احنا اكو دراسات. القضية ما تتعلق بس بوزارة التخطيط، القضية يحتاج لها يمكن استراتيجية دولة كاملة تنسجم كل أداء الوزارات وغيرها ومؤسسات الدولة باستراتيجية واحدة محددة بسنوات معينة بتوقيتات بتمويل محدد. أستاذ أحمد حضرتك تخصيصات محددة عن استراتيجية. استراتيجية هي مرتبطة ارتباط وثيق بالتخطيط، يعني هو لأنه كوف التخطيط اسم التخطيط الاستراتيجي، تخطيط قصير المدى وتخطيط بعيد المدى. فهذا التخطيط ضمن التخطيط الاستراتيجي. استراتيجية من تحط أنت أو الدولة تحط استراتيجية لازم تكون عندها نظرة بعيدة، أنا إيش قد راح يصير عندي ولادات، إيش قد أحتاج مصانع، إيش قد أحتاج مدارس، إيش قد أحتاج مستشفيات حتى هي البيئة المناسبة للأجيال القادمة. وتعتقد هاي الأمور غائبة الآن عن
أنا يعني ما أقدر أقول غائبة 100%، ولكن أكو فد نقص جدا كبير واضح للعيان. أنا ما يعني ما دا أتبلى على أحد، بس النقص واضح للعيان. حتى إذا نقول عندنا مستشفيات، يمكن السيد رئيس الوزراء في بداية ما استلام المنصب راح زار مستشفى الكاظمية، اللي إحنا ترى مستشفى الكاظمية اعتبره من خيرة المستشفيات اللي عندنا. المدرب الدولي للتنمية البشرية دكتور صفاء الجنابي، شكرا جزيلا لك. الله يبارك فيك. شكرا لك. شكرا لكم، نشوفكم باكر ان شاء الله.